طيب احنا دلوقتي في سؤال طبعا كده للاهالي دايما بيسالوه. طيب انا ابني في مرحله عمريه مبكره وبلاحظ عليه شويه حاجات، فبقول هو الولد ممكن يكون مدمن ولا لا؟ طيب والسؤال برضو هو في الشق التاني، طيب اللي بيجرب الشباب الصغيره اللي بتقدر تجرب الحاجات دي، امتى اقول ان في اعراض او في مضاعفات للادمان؟ خلينا نقول السؤال اللي يهم العائلات فعلا. طب يا دكتور انت كده قلقتنا، ما تقول لنا ممكن نعرف ابننا مدمن ازاي؟ الادمان اول حاجه فيه احنا قلنا ان هو ايه؟ مرض. طيب اول شرط في المرض النفسي ايه؟ انه يؤثر على الوظيفه الاجتماعيه او العلاقات الاجتماعيه، ما بقاش يقعد مع اصحابه كتير، ما بقاش يحب يخرج، ما بقاش يقعد معانا زي الاول، ما بقاش يهزر معانا زي الاول، ما بقاش يحب يقعد في القعدات العائلية أو يخرج معانا زي ما كان. ده ممكن يكون مؤشر مهم. طب في مؤشر تاني، الحياة الوظيفية، يعني إيه؟ أنا وظيفتي طالب أو وظيفتي في بنك أو وظيفتي شغال مثلا عامل، ما بقتش بروح الشغل، ما بقتش بروح المدرسة، ما بقتش بذاكر كويس. أنا مش بتكلم على يوم ولا اتنين، أنا بتكلم على أسبوع اتنين لفترة تلاتة طويلة. شهر. فأنا لقيت اجتماعيا مش كويس، منعزل. كمان وظيفيا مش كويس، ما بقتش لا بذاكر ولا بحب اعمل حاجه ولا بروح المدرسه. طب حاجه تانية، الكذب الكتير، لو انا كذبت كتير، بكذب كتير عشان ايه بقى؟ عشان اخد فلوس كتير، فبقى في استهلاك للموارد الماديه كتير. طيب ممكن تظهر عليا بعض الاعراض كمان من الماده، انا داخل مثلا على والدي او والدتي ومش مركز، وزي ما بيقولوا كده يحب يقولوا انا مسقط. مسقط دي كلمه يعني دارجه قوي، معناها ايه؟ نايمان قوي ومش مركز ومش عارف اركز معاهم في الكلام، داخل نايمان بزياده قوي، نايم مش قادر اتحكم في نفسي، مش قادر اتحكم في اعصابي. بتظهر عليا اعراض حتى عضويه، في بعض الناس بيكتشفوهم بطرق تانية خالص، ان بلاقي الماده اصلا هو مش مركز فسابها، سجاير مثلا ما كانش بيشرب سجاير بقى يشرب سجاير، فسابها قدامه وسابها على السرير بتاعه، المادة نفسها الحشيش أو غيره أو غيره أيا كانت إيه هي نوع المادة، سابها جنبه. فنقدر نكتشف ده طول ما في مراقبة والدية، وده من ضمن الشروط المهمة جدا المستمرة، هيكون في اكتشاف مبكر لموضوع الإدمان.